لهم الدينونة العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوف راعين أنفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفة مقتلعة أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قال سابقا رسل ربنا يسوع المسيح فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور آمين آمين آمين.
يا رب نشكرك لأجل الكلمة النبوية اللي هي كلام ربنا على الأرض، لأن الروح القدس كان يقود الأنبياء. النبي مش من نفسه، ما فيش نبي يتكلم من نفسه خالص، الروح القدس قاده ليكتب لنا هو حاجات ما عرفهاش هو حتى عشان يكتبها، لكن كتبها وطلع حقائق، وطلعت حقائق ثابتة راسخة عايشينها احنا اليومين دول ومتأكدين منها. تكلم إلينا يا رب، ثبت قلوبنا في الإيمان الصحيح، واشفي الغلابة المساكين المخدوعين، وارحمهم من شر الأشرار ومن اختراع المخترعين وتأليف المؤلفين اللي هم شالوا كلامك وحطوا كلام الناس. ارحمنا يا رب، هم واحنا، ارحمهم لعلهم يخلصون، وارحمنا لكي لا نعثر، ولاسمك كل المجد. آمين 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 آمين. أنا متهيأ لي يهوذا اللي هو كاتب الرسالة اللي هو أخو الرب، تخيلت كده أنه دخل لنا الكنيسة يوعظنا، تخيلت، عشان هو اللي ابتدى الرسالة بوعظ وبعدين راح قالب، فجي ابتدى يوعظ واحنا فرحانين أخو ربنا بيوعظنا، وشوف من كام ألف سنة ما شفناهوش، وإحنا ما شفناهوش خالص، ففجأة لقى نار بتشتعل في الركن ده، فبطل واحد اطلع اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا، طلعنا كلنا برا، بعدنا أن نبتدي نكمل تاني بقى. طب ليه يا يهوذا مش انت بتوعظ؟ ما تخليك توعظ، اوعظ ازاي والنار مولع في الكنيسة؟ طب ما هتحرق الكنيسة، وهو نفسه مش حب موجود، ما هتحرق معانا واحنا هتحرق. ده بالظبط الوضع اللي اعتقد يشبه الكلام اللي قاله يهوذا، او يفسر الكلام اللي قاله يهوذا. انا كنت باجتهد عشان اوعظكم، فلقيت الدنيا مليانة غلط، الناس كلها اغلبها عايشة في بلاوي. ايه بلاوي دي؟ شاطبين على كلمة ربنا. ايه اخوي دي؟ ايوه، وفاكرين مفيش عقاب، فلازم تتغير الوعظة الى انه في عقاب للذي يختلف مع الانجيل، مش مع الكلام الفاخر انتوا كاتبينه وحاطينه ده في مخازنكم اللي يسموه التراث، تراث الآباء. ما آباءكم ماتوا، انت عارف شرير ولا بار، وآباءكم كل اللي بيتكلم الكلام الغلط ضد الكتاب شرير. ف بناء على هذا يعني هنقسم الرسالة كده تقسيمة تكمل لنا التعليم اللي ربنا ادهولنا في الصبح. يهوذا يهوذا بيتكلم أولا عن قدرة الله على حفظ أولاده، ودي حقيقة مهمة جدا. نفس يهوذا هو شايف الخراب في الكنيسة، الخراب ده كان في القرن الأول الميلادي، أمال دلوقتي وصلنا ليه؟ هو كان شايف الخراب في الكنيسة، لكن دي حقيقة لا يمكن إنكارها، اللي هو إيه؟ عدد واحد واثنين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين، هو مقدسين من الله الآب، لكن أنا ما قالش من، قال في المقدسين في الله الآب، يعني أنتوا كلكم في الله، اطمئنوا، والمحفوظين ليسوع المسيح، يعني محفوظين عشان هتتجوز المسيح. ما احنا العروس وهو العريس. فاحنا محفوظين فالله الاب حتى ياتي اليوم بتاع الزفاف ويزيننا كعروس مزين رجلها. ده الله الاب يزين العروسه ويروح تنزل من جبل، تنزل من السماء الى جبل عالي، وتكون الفرحه العظيمه باتمام التصاق الجسد بالراس. لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. فهنا الأمر الأول احنا
في الخطة الإلهية المذكورة مش إحنا عايشين مش عارفين هيحصل إيه، نعلم هذا تماما، إحنا محفوظين هنا وحنمجد معه هناك، وسنمجد فيه في إن هو راس وإحنا جسد، وإحنا واحد بس، إحنا واحد. طيب ليه بقى بيغير الرسالة؟ أيها الأحبة، أنا بعمل كل الجهد عشان أكتب ليكم عن الخلاص المشترك. يعني بعد ما أديتكم الحاجات المطمئنة دي، فجيت أكتب لكم كلام حلو، لقيت لا، لقيت النار مولعة، النار مولعة في الشعب الكنسي. هو كم واحد منهم بيتعبد للرب؟ مش لاقي يهوذا، كل اللي كتبوا بعد كده ضد الله. فإذن لابد من الإنذار. صحيح تكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة، لكن النار مولعة. إيه النار المولعة دي؟ الحقيقة ولعت بدري جدا. يعني مثلا لما نقرأ في رسالة أفسس، ودي من الرسائل اللي بشرها بولس الرسول نفسه، واللي عين لها تيموساوس ابنه الحبيب عشان يكمل التعليم هناك، ومن الرسائل اللي مش متأخرة، يعني في سنة مثلا بعد صعود المسيح يمكن بعشر سنين عشرين سنة، حاجة قريبة قوي يعني، وجد بولس إنها منها، وكان موجود معاهم وقتها، ما كان لسه ما سافرش. منكم أنتم سيقوم أناس يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، ودول مكتوب عليهم الخراب والدمار، معاصرين لبولس، دول قصوص كنيسة بعد تيموساوس، يعني ممكن الجيل اللي بعد تيموساوس على طول، وبولس عارفهم وكاتب لهم، احترسوا. ايه ده؟ من القرن الاول الميلادي والخراب ابتدى، ولما ابتدى مع وجود بولس كان موجود وابتدى الخراب، كان موجود بطرس وابتدى الخراب، كان موجود رسل المسيح اللي هم كلهم ما عدا يهوذا الاسخريوطي، وابتدى يكمل في رسالة يهوذا بقى انه أنا عايز أقول لكم شوية آيات من الكتاب المقدس، حتى منها حاجات في العهد القديم وإلى الأبد، تحذركم وتنوركم وتخليكم مبصرين عن شهود. زي إيه؟ يجيب شهود في القضية، اشهد اشهد اشهد. جاب مين الشهود؟ اللي جاب موسى مثلا في حكاية اللي اعترضوا على موسى، وجاب حمار بلعام يشهد، وجاب حاجات كائنات حية موجودة في الكتاب المقدس لإثبات إن كلام الله هو اللي بيثبت، هو اللي بيثبت. بلعام خد أجرته، اتقتل. قورح، بني قورح خدوا أجرتهم، الأرض اتفتحت وبلعتهم. فخدوا بالكم مش هيتم إلا المكتوب، لأن مفيش حاجة مكتوبة إلا كتبها الله بالروح القدس، والناس دي ساقهم الروح القدس لكتابة هذا الأمر. فلا يحترم شيء في الوجود إلا إيه؟ إلا الكتاب المقدس. ده اللي مش قادرين يفهموا لا أرثوذكس ولا كاثوليك ولا إنجليين، كل واحد يخترع له اختراع يقول حاجة. ما الكتاب ده راح فين؟ احنا يعني كتاب مقدس زي مش احنا يجيبوا آية صرنا شركاء الطبيعة اللي خلاص نعمل اللي احنا عايزينه؟ يا سلام. زي واحد مش انا خلاص ربنا عايزني شريك ليه في المجد، حال عن ربنا ايه المشكلة؟ اخوان ازاي ده بينعم عليك بانك تكون شريك وبيديك روح القدس، قم تروح تلعن ربنا، تتكلم ضد الله، انت مين وانت ايه؟ حاجه يعني. عشان كده الكتاب اتكلم عن دول انه لهم دينونه اعظم،
تصوروا أنفسهم يقدروا يشيلوا الله ويقعدوا مكان الله. وفي الأمثلة اللي حطها يهوذا يعني زي ما قلنا انه مشاجرة بلعام و وايه تاني والملائكة اللي لم يحفظوا رياساتهم وسدوم وعمورة، ومرة تاني في آية في مكان آخر فلك نوح لما غرق خالص كل الناس راحت، كل الناس راحت، فلك بس 8 نجوا في العالم كله 8 والباقي مات. فهذا الأمر يعطينا أن نتحذر جدا، لأن الكلام المخادع اللين ويضرب من ورا زي مرها مرة قالها بوتين لأردوغان، قال لما في الطيارة بتاعت روسيا بتمر على تركيا وبينهم عهد يعني، فراح ضربها أردوغان وقعت. طبعا هو مسلم يضرب أي حاجة يعني ملوش يخاف مين. فقالوا دي ضربة من الظهر، التعبير ده بالظبط اللي هو الإنسان اللي سالك مع ربنا بالصورة يعني مش بالقلب ويضرب ربنا من الظهر، اسمها ضربة من الظهر، ضربة خيانة، ضربة غدر، ضربة انك تريد ان تثبت انك انت كبير، واللي بتضربه ده اللي هو قادك وعلمك وعينك مندوب ليه انت خائن انت غادر فعلا. هي المسيحية اما عبادة الله او الغدر والخيانة بالضبط كده. ف بيتكلم عنه بقى اللي خدنا احنا في الصبح، وجايب أمثلة من جايب هنا سمعنا الصبح انه الملائكة اللي سقطوا، وجايب مثل سدوم وعمورة، وجايب حتى مثل عجيب شوية ان ميخائيل ده مخدموش الصبح على 9، واما ميخائيل رئيس الملائكة، ميخائيل مركزه في الملائكة كبير يعني يساوي لجبرائيل، وجبريل ده الواقف قدام الله، لكن ميخائيل ده المعين من الله لتنفيذ خطة الله في اليهود، فهو المعين يكلفه ربنا عشان يرجعهم تاني دلوقتي وعشان يدخل منهم الإيمان في أثناء الملك الألفي، واللي ما يدخلش فعينه لكده. فميخائيل ده بتاع اليهود. هو قال كده الرب اللي دانيال جبناها من دانيال، قال له ميخائيل رئيس شعبك يعني المكلف بالشعب اليهودي. واما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس محاجا على جسد موسى، دي احنا ما نعرفهاش في العهد القديم لكن اتذكرت، فهي زي الكتاب بيكمل بعضه فربنا كملها لنا في العهد الجديد. واما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس، مين وقف ضده؟ ابليس. والمخاصمه على ايه؟ على جسد موسى. مش مكتوب حاجه توضح لنا المخاصمه يعني، لكن نخمن، لان موسى مات مش في ارض كنعان، مات في الارض اللي قصاد قبل ما يعدوا ارض كنعان، قبل ما يعبروا الاردن، مات هناك ليه؟ لانه ربنا غضبان عليه لانه ضرب الصخرة مرتين، والصخرة رمز للصليب، صليب مرة واحدة بس، فقال له مش هتدخل أرض كنعان خالص، عقاب رهيب جدا، لكن ربنا كده لأن ده أهم حاجة أنا الصليب مرة واحدة. وكان موسى مش عارف دي أو سهي، غالبا ربنا قال له ما تضربش حتى جواه في قلبه، لكن ضرب خلص بقى لأنه اتنرفز من الناس، النرفزه غلبته. عشان كده اوعى واحد فينا ياخد قرار وهو متنرفز، هياخد قرار غلط. بالهدوء والطمانينه تكون قواتك، خد القرار وانت هادي جدا مطمئن جدا، اوعى تتنرفز وتاخد قرار. موسى خد قرار وهو متنرفز ما دخلش ارض كنعان. نعم
بالظبط يا دول، بس بيجي علينا في الاخر بنجد امراض، بنجد اتعاب، بنجد مشاكل، بنجد خناقات، بنجد ضيق نفس، بنجد حاجات شديده جدا، لان مفروض اننا نصبر. نصبر، اي بلوى تيجي الصبر، انتظروا الرب ليتشدد ولتشجع قلبك وانتظر الرب. دي الآية الكتابية أو الكتاب كله كده على أي حال. وعندنا مثل اللي هو صبر لوط، متعرف صبر أيوب، ده مين اللي كل ده يحصل ويقعد ساكت ويقول أجي أشكر الله، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. فهنا ميخائيل رئيس الملائكة ما قدرش يقول حكم منه، ملوش سلطان يحكم على إبليس. إيه معقولة؟ رئيس الملائكة ميخائيل مش قادر يقول لإبليس روح في داهية، ما يقدرش يقول، هو ملوش إنه يقرر إبليس يروح فين. حاجة بمنتهى العجب. هنا بيقول وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى، غالبا المحاجة هو فين الجسد؟ وديته فين يا ميخائيل؟ عملت كده يعني. لم يجسر ان يورد حكم افتراء، ما شتموش، ما قدرش قال له، ما قالش حاجه خالص، ما قالوش حاجه، ما لكش دعوه، بل ايه؟ قال لي انت هيرك الرب، الرب يتصرف. ايه رايك في الجمال بتاع ميخائيل ده؟ يعني لما واحد فينا ينداس بالاقدام ويتضرب بالسكاكين ويتضرب بالجزم يقول الرب صالح، الرب يتصرف. ده بالظبط المطلوب مننا. هنا بيقول لهم الحقائق دي، لم يكسر يورد حكم افتراء بل قال ينتهر كرب. دول بقى ايه؟ ناس دي شتيمة في الناس، وبيفتروا على حاجات هم ما يعرفوهاش. ومين في البشر يعرف حاجة؟ ده ميخائيل رئيس الملائكة عارف كل حاجة عن اليهود كمان، ما قدرش يورد حكم افتراء، حكم لله. يعني تصوروا مثلا، سامحوني يعني، انا احط نفسي في مكان الانسان الضعيف، اولا لان انا ضعيف، عشان بس كمان يبقى المثل لي يعني ايه، ما تحسبش عليه يعني. واحد شتمني، اشكر ربنا حصل كتير يعني، فعلى طول يلعن فلان وفلان وابوك وامك، ايه ده؟ انا مالي انا؟ لمين بيلعن؟ ربنا مش انا، انا بلعن ليه؟ انا متنرفز. طب ومين قال انك تعطي قرار وانت بتنرفز انه صح؟ ده غلط جدا، غلط جدا. موسى ادى قراره متنفذ لما ضرب الصخره مرتين وما دخلش ارض كنعان. فمهم جدا، وفي ايه مهمه قوي، ضابط نفسه خير من ايه؟ من ضابط مدينه. يعني اللي بيضبط نفسه في الشارع مع واحد تاني خير من عمدة عمدة اسمها ايه البلد بتاعتنا دي؟ لونج بيتش. ايه ده احسب العمدة، ضبط نفسه، لكن التاني مش ضبط نفسه. الانسان اللي يضبط نفسه ده بالظبط الساعة مضبوطة على ساعة الرب. الساعة دلوقتي الساعة 2 في الرب وعنده هو، 3 عند الرب وعنده هو، ماشي بالظبط بالنظام الإلهي لحياته. هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. ونسمع بقى افتراءات لا حدود لها. جابوها من فين؟ من خيالهم. إذا كانت لم تذكر في الكتاب المقدس جابوها من فين؟ من أين جاء؟ سامحوني بالكلام، زيت الميرون مذكور في الكتاب؟ لا، اخترعوا حاجة اسمها زيت الميرون. ده بيعمل ايه زيت الميرون ده؟ ده هو ده اللي بيطهر الانسان من الخطية. طيب زيت الميرون ده مين استخدمه؟ الرسل؟ لا، ما كانش معروف وقت الرسل. طب اتعرف امتى؟ ده في القرن الرابع الميلادي. ايه الهبل؟ طب الرسل ما ادهنوا بيه؟ لا ما ادهنوش بيه. طب رسل المسيح كلهم هلكوا؟
انتوا بس اكتشفتوه في القرن الرابع الميلادي. طب ال 100 مليون اللي قبل القرن الرابع انهم عاشوا لغايه القرن الرابع دول راحوا فين؟ هلكوا. وتلاقي الواحد مصدق منهم الكلام ده، بيصدقوا ازاي؟ في منتهى العجب. جبتها من فين؟ خرافات عجائزيه، ده مش ممكن يكون صح. نلاقي كلام عجيب كده، يقينيات، من فين جبتوها؟ حلمنا بيها، معرفش، مفيش إجابة. عملنا مين قال لكم ان مرقس راح مصر؟ مش موجود في اطلاقا في الكتاب المقدس ان مرقس راح مصر. مين قال لكم ان بطرس راح روما؟ مش موجود في الكتاب خالص ان بطرس راح روما، وما يقدرش يروح روما كمان. اذا كان زار بولس في انطاكيا اللي جنب اورشليم، وبولس قاومته مواجهه لانه كان يعني متراخي، وكان يعني كان هيقسم الكنيسه، بطرس كان هيقسم الكنيسه اللي بيرعاها بولس، فقاومته مواجهه قدام الكل. ان كنت انت يهودي تعيش امميا فلماذا تريد الامم ان يتهودوا؟ ايه ده معناه؟ معناه ان بولس بطرس مرائي، وقال رياء بطرس، قال له رياء كان برأي وراء معه اخرون. ايه الكلام الكبير ده؟ لازم، ولا الكنيسه تنام، ولا ما يبقاش مؤمنين في الوجود. وكل واحد تطلع له حته كده وشايف نفسه رئيس، روح معلم تعليم. جبت من فين؟ عندنا الكتاب المقدس، الكلمه النبويه وهي اثبت. من فين جايب التعليم ده يا مستر الله اللي على الارض؟ ايه هو ده؟ فبذلك التمزيق اللي فيه الكنيسة حاليا، يعني ربنا هيستفرغ كل المعلمين الكذابين الذين لم يأخذوا منه سلطة للتعليم، هيستفرغهم. عشان كده بيقول عنهم هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. لا، الرب يضحك في السماء، ايه ده؟ ده ألفوا لي حكاية كمان، ده بعد شويه يقولوا ده الله نزل. ما متألفه كل حته، ده ربنا ظهر وعمل. واحد اسقف من اهم الاساقفه قال لي الكتاب اللي اسمه بتاع اسمه ايه ده؟ سنكسار، كله قصص خرافيه. قلت له طب ما تشيله، ما يقدرش تشيله، تقع الكنيسه. تشيله ازاي؟ ده الكنيسه عايشه عليه، عايشه على الخرافات. نعم، عايشه على الخرافات. حاجة يعني تصعب على الإنسان، يعني مدى الوصول الإنسان إلى فكر، مش عارف أقول هنا بوصف وصف صعب، لكن هو الوصف بتاعهم كده. يقول إيه؟ وأما هؤلاء، ده عدد 10، ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمون بالطبيعة كإيه؟ حيوانات. إيه ده؟ ده مش مذكوره في الكتاب؟ دي مذكوره. انت مدفوق، اي كلام يعجبك تقوله. وفلان راح هناك، وفلان عمل كذا، وفلان عمل كذا، وفلان، والقديس ده عمل كذا، وده شافه كذا. يا رب ارحمنا. ويل لهم، خدنا احنا في الصبح الحكايه دي، لانهم سلكوا في طريقين اللي قتل اخوه. يلا روح انت موت. دول الحقيقه سهل كشفهم، والآن ربنا مش عايزهم ييجوا الكنيسة خالص خالص، لأن مجيئهم عثرة وشنكلة وتعطيل لخلاص المسيح في البشر. فليهم علامات واضحة جدا بيوصفهم من الوقت. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، يعني صخور في ولائمكم المحبية. وليمة المحبة دي مشهورة منذ أن اجتمع المسيح مع تلاميذه في العلية، والتلاميذ الحقيقيين واللي هم سالكين باستقامة صارت عادة عندهم ولائمكم المحبية. في وسط الملائم المحبية دي والناس قاعدة تتونس بالسوداني أو تتحكم مع بعض بالعربي، ويروحوا دسين البدع بتاعته، قايلين البدع، ما هم ما يعرفوش إلا بدع،
لأنه مش روحيين. دول روحيين؟ لا. ويل لهم أنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. وهلكوا في كل ما حصل لهم مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية. لما تلاقي واحد بيعمل مشاكل في ولائم المحبية ارضى عنه. بالضبط كده. نرحب بيه؟ لا. مش لازم تواجه لألا تكون غلطان. لكن لازم تظهر له غضبك وعدم اتفاقك معه في الكلام اللي بيقوله اللي ما فيهوش ولا آية تأيده. هات آية واتكلم. عايز دينا تعليم؟ قول لنا من فين عشان نقدر نسمع لك. فاتن لما كانت معايا في السودان، هي معايا على طول يعني، بس كانت بتزورني في السودان. انا متاسف بحكي الحكايه دي، لكن طريفه، حاجه طريفه في ما تسمعوها تضحكوا قوي. ففي انا كنت لسه رايح يعني، مش كنتش اعرف، ما اعرفش الناس كويس. فواحده اخت قامت تقول تامل، فقالت التامل هنتامل النهارده عن ايه؟ عن الحلم. والايه اللي اختارتها ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. وايه الوعظه؟ لما تحلم حلم لازم تقول لكل الناس. لما تحلم حلم تقول لكل الناس. فهي فسرت الحلم ان هو ان احلم بالليل. الحلم ده الاخلاق بتاعت ليكن حلمكم صبركم اناتكم هدوءكم معروف عند جميع الناس. ستي دي غلبانه جدا، بنت غلبانه جدا، مش فاهمه. هكذا بنجد التعليم اللي زي دي في الولايم بقى. الولايم يبقى كل ود 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 ود. صخور في ولائمكم المحبيه صفه ليهم. يعني ايه صخور؟ يعني صخره كبيره هتشنكل ده وتوقع ده وتحجب الرؤيه عن ده، بحيث انه عايزين يفشلوا كنيسه المسيح. بدل بيحبوا بعض يبقى متشتتين خلاص، كل واحد من دام التاني. الوصف الثاني دي احنا ما خدناش الصبح، صخور في ولائمكم المحبيه. وبعدين الوصف الثاني صانعين ولائم معا بلا خوف. هم عندهم ولائم مخصصه ليهم دي ليه؟ عشان يعلموا بعض ازاي يكسروا الكنيسه، لانهم مقتنعين بتكسير الكنيسه. هم مش بس أشرار، ده هم مقتنعين بالشر، تعليمهم كده. لذلك نقرأ عن الكنيسة يعني لما سقطت في القرن الثالث والرابع كلها مؤامرات، وقتلوا بعض. ليه قتلوا بعض؟ عشان ده فكر أرثوذكسي، ده فكر كاثوليكي، وكسروا بعض تكسير رهيب. ايه ده؟ قتلوا بعض. نعم. ليه؟ لأنهم متأسف فسرها هو هنا يهوذا، ما خلينيش افسرها انا. بيقول ايه؟ صانعين ولا معا بلا خوف راعين انفسه. عايز ارعى نفسه، اكسب انا ازاي؟ لازم اشيل الرئيس. ايه ده؟ عشان عايز اكسب. غيمه تحس هتجيب لك ميه كتيره، لا فيهاش ميه خالص، وراحت الغيمه. وفين الميه؟ ده انا لو وعظت اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويعمل يعمل مشاكل في الكنيسه، مش يعمل، مفيش بركه. متاسف اقول لكم، لما انا جيت هنا جديد، وللاسف كانت الكنيسه مشقه خالص لدرجه الناس سابتها، وكان هتتباع يعني، كان فاضل على بيعها كام شهر، لانه ما سددش ولا مليم في اللون، كلهم بيسددوا الفوائد بالعافيه عشان تستمر الكنيسه. وبرضه للاسف ان هم ما جابونيش علشان حاجه كويسه، جابوني عشان جابوا يجربوني لاول مره. فلما جيت هنا كنت انا طالع من السجن، ليا شهره شويه كده، سمعه كبيره، فالكنيسه جابت فلوس. يعني قالوا لي بصراحه، انت لما كنت مش هنا كان العطا بيبقى عشرات، اشكر ربنا بقى الوف.
في اسبوع واثنين وثلاثة، قالوا خلاص تبقى انت الراعي. فانا جايبنا عشان اسد الدين بس، مش عشان اوعظ. رب يرحمنا. الكنيسة عليها دين هتتباع للبنك، فجايبني لجمع الفلوس عشان ما تتباعش للبنك. تسدد بعديها بكم شهر، في نفس السنة سدد في ديسمبر. وبعد ما تسدد واحدة اللي تحب تمشي، صدقوني يا اخويا دي كنيسة ايه. نعم. لا قالوا لي على كيفك، انت عايز تمشي تمشي، تقعد يعني حريتك يعني، احنا خلاص خلصنا اللي احنا عايزين. لازم ما حدش يعرف الكلام ده ولا فاتن حد. وانا اول مره جيت كيسة اتلموا عليها اتنين، واحد رئيس هنا واحد تاني، اتنين رئيس. الرئيس ده متسلط شوي، الرئيس الثاني احنا عايزين نشيل الرئيس ده. يا عم انا جاي اشيل ناس. اعمل ايه بس؟ للاسف عشان كده الكنيسه خربت، كانت هتتباع. حاجه عجيبه جدا، وكل اللي جواها فاكرين نفسهم مؤمنين. كان ناس تاني خالص غير دول. ميلاد قال لي عمري ما اروح الكنيسه دي. بس لما ربنا يعني انعم عليا وخدني شهر عنده في البيت، قال لي هنحضر من دلوقتي هو ونعمه وعيلته. كتر خير ربنا. لكن اقصد انه غيوم بلا ماء، ناس كبيره ولا حاجه خالص. تحملها الرياح، اي ريح شيطانيه تشيل الانسان وتهبط فيه ويعيش في الشر، يعيش في البلاء، ويعيش في كل حاجه. دي مش كنيسه، دي مش كنيسه. طب ايه رايكم في اللي قتل الاسقف ده بتاع دير متى المسكين؟ حاجة دي ايه؟ مسيحية؟ مسيحية في ايه؟ طب ايه رأيك في البابا الارثوذكسي اللي حاليا بيطالبوا انه هو يستقيل لانه موافق على الشذوذ الجنسي؟ كاثوليك. قلت ايه؟ ارثوذكسي؟ لا كاثوليك. البابا الكاثوليك. طب ايه رأيك فيه؟ انا شخصيا محترم جدا مظاهرات تقول له استقيل، لانك انت منجس كلمة الله. ايه ده؟ يعني احنا في وضع رهيب جدا لا يتخيله بشر. واصلت الكنيسة الانحطاط رهيب. كفاية كده عشان نكمل الرسالة. يروا انفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح اشجار خريفية. يعني أشجار خريفية؟ بلا ثمر، مكتوبة كده أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفة مقتلعة. يا رب يسوع، أنت لما أنت طالع من بيت عنيا ولقيت شجر التين وما لقيتش عندها ثمر، عملت فيها إيه؟ لعنت. اتلعنت ولا لأ؟ اتلعنت. الكنيسة اللي بالحال ده تلعن من الله نفسه، تلعن من الله. كنيسة بلا ثمر، كنيسة مبنى هو أصلا جسد المسيح. جسد المسيح ليه مبنى بيجتمع فيه، ده زي بيت ربنا على الأرض. المبنى ده للتعليم الحقيقي اللي هو الكتاب المقدس، مش تعليم البني آدم ده والبني آدم ده والبني آدم ده خالص. مش تعليم بشر، مش كتب كتبوها بشر بيعلموها في الكنيسة. الطقس اللي قاله فلان ومين فلان ده؟ فلذلك يعني وصلنا لدرجة رهيبة خالص. ميتة مضاعفة. يعني ايه ميتة مضاعفة؟ يعني هيموتوا مرتين. مين اللي عليه الموت التاني؟ الأشرار. هيموت تاني بعد الموت الجسدي، هيموت روحيا، ملوش نصيب في الخلاص. أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. يعني الواحد لما يسمع وصل الخزي لدرجة إيه؟ يدبش. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ موجود فين الكلام ده؟ مظاهرات استقيل استقيل استقيل. ده إيه ده؟ ده
ده كان بيركب عربية ويحيي الناس كده زي عبد الناصر بالظبط. واللي شافه بقى واو، شفت قداسة البابا المعظم الذي يبيح الشذوذ الجنسي حبيب قلبي، ما هذا؟ وتنبأ نجوم تائهة محفوظ لها ختام الظلام. يعني هو تايه بس هو نجم مشهور، تايه كده مش عارف يعمل حاجة خالص، اسم مشهور قوي لكن مش عارف يعمل ايه. ليه؟ لأنه لا يسكن فيه الروح القدس، لم يقبل عطية الروح القدس، هو كله العيلة كده، ولازم العيلة تخلف نفس الحكاية. أصلا عد كان زمان عيلة كهنة، فالكهنة يسلموا الكهنة والكهنة يسلموا الكهنة، ولا واحد من الكهنة دول فهم حاجة خالص. تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم، من سابع بني آدم جه من نسل آدم، تنبأ عن اللي بيحصل. يا إلهي إيه ده؟ تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربواتي قدسية. دي النبوة دي بقالها دلوقتي كمان في سنة 6000 سنة 7000 سنة هتحصل ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي، شوفوا كلمة كم كلمة فاجر هنا بيغني في الفجور، فجور يا فاجر كم مرة قالها. ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، 3 مرات اسم فجور مثلث، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. مين يتخيل ده بيتكلم على كنايس؟ الوضع كده كلام كده فعلا، خطاط فجار أو فجار خطاة، هنا خطاط فجار، هؤلاء هم مدمدمون، كلام في سر كده، في سر متشكون ما عارفش يعني ايه، لكن احتمال يكون بيشك، احتمال بيكلم في زيارة الناس. لو حد طلعها لنا بالانجليزي هنستفيد منها. عدد 16 من رسالة يهوذا، سالكون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وصلنا تقريبا لختام تأملاتنا النهاردة، وهي إيه موقفنا منه، بداية من عدد 20. وأما أنتم أيها الأحبة، مالكوش دعوة بالكلام الفارغ ده كله، توبخوه، أوعوا تلزقوا فيه، أوعوا تصدقوا الكلام ده، أوعوا تصدقوا واحد يعني صخرة في ولايه المحبة، واحد دساس كده، واحنا جايين هنا دساسين كتير، مش واحد مش مرة ولا اتنين كده 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 كده. أما أنتم أيها الأحباء اعتذروا ابنوا أنفسكم، مهم خلاص نفسك ما يهمكش منه خالص، حددوش نفسك معاه، هو مش هيغير رأيه وهيحاول يضيع وقتك ويسممك كمان ويخليك تنضم لي. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيه؟ على الكتاب المقدس. كتاب مقدس بيقول إيه؟ أنا ماليش غيره، البابا فلان ماليش غيره، بابا فلان ده من تراب وإلى تراب عاد أو حيعود، يعني مات يبقى عاد، ماتش يبقى حيعود، بالنسبة لي هو أنا هو واحد، إن كان مؤمن. أما كان مش مؤمن يبقى أنا مخلص ومش مخلص، مش لأنه يلقب كذا يبقى مخلص، لا ده ياما 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 بطاركة قتل للبشر، قتل للبشر، قتلوا وسفحوا وأعدموا، رحمنا.
نعم. برافو، صح، تنفع قوي. اصل عمره مش معناها بالعربي لكن هي مناسبه قوي. متشكون يعني هو قاعد بيشتكي، مفيش حاجه عاجباه في الكنيسه، قرفان من كل حاجه. ليه؟ عشان يفتن الكنيسه. يا خراب، ده وحش، ده وحش. متشكون، شكايات ضد اهل الكنيسه وضد اولاد الكنيسه. واما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس. وبعدين زي يهوذا بقى نفسه، يا زي ايه، واحد لما امن بالرب امن هو بعد القيامه على طول، يا ده انا كنت فين وقت الكنيسه فين. فبيقول هنا ايه، مصلين في الروح القدس. أيام زمان كنت بصلي والكنيسة هنا بتصلي عشان تعدم بعض. ايه ده، ايه الكنائس دي؟ واحفظوا أنفسكم في محبة الله. المحبة تحفظ طهارة الإنسان، تحفظ الإنسان في المسيح، لأن الله محبة. الله ما هوش قتل، احنا مش مسلمين، نحن متحدين بالجسد الواحد، شخص الرب يسوع المسيح هو راسنا واحنا جسده. منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. دي جميل قوي الحكاية دي. تلاقي الدنيا حولك يا مؤمن وهي يعني بتتمرجح وقربت تخرب الكنيسة ويبيعوها، وكام كنيسة اتباعت كتير قوي في حدث كتير جدا. لكن اللي مستني رحمة ربنا وحافظ نفسه في محبة الله هيرحم الغير بقى. وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف. خاف على نفسك، بعدين تكون انت رخر زايغ مش واخد بالك من نفسك. ادرس ايمانك بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس يكون هو الدستور الوحيد لحياتك، لان الدنيا مليانه بلاوي تاني. مختطفين من النار، مبغضين يعني مش شر وشبه شر، حتى الثوب المدنس من الجسد. النهاية ختام الرسالة، الله هيحفظكم يا جماعة اللي هتعملوا كده، لأنه قادر على كده، والقادر أن يحفظكم غير عافرين. ما فيش لا صخرة قعدتكم ولا خدعة خدعتكم، عايشين مقدسين للرب غير عافرين. والقادر أن يحفظكم غير عافرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يا إلهي لك المجد. بلا عيب في ايه؟ في الابتهاج، مش في السلوك بس. يعني الله مبتهج بيك بشكل، معقولة وانت مبتهج بربنا بشكل؟ ده ايه العز ده، ايه العز ده، ده ايه ده. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ده ربنا يقول لي كده. ايوه هقول لك كده، هقول لك كده، ويلبسك اللبس الملوكي، لانك انت من عروس المسيح، انت جسد المسيح. والقادر ان يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج. ما فيش غيره، ما فيش غيره، ما فيش غيره. الإله في آخر عدد، الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة، مش لأي بني آدم، على عظمة ولا مجد ولا قدرة خالص. أكتر حاجة هياخد البني آدم ده جنازة كبيرة بس، خلاص. زي عبد الناصر خد جنازة كبيرة وفي الآخر خرب البلد، خد قصدي طلعوا يقولوا له ارجع تاني، ارجع تاني، لغايه لما خرب البلد. انا سمعت انه قال لاصحابه، قال ده المفروض يضربونا بالجزم. قناه الميادين جابتها، لانه الزهر كان عندها تعرف اصحاب جمال عبد الناصر،
فلما حصل والشعب طلع يقول كده، هو قال للناس دي اللي بتقول دي، قال لنا ده انا متوقع يضربونا بالجزم، احنا عملنا لهم ايه كويس؟ وبس كان قصده عبد الحكيم عامر يعني. فعلا اي بني ادم في الارض يضرب بالجزم لانه ارضي من الارض يتكلم. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين آمين آمين. شكرا أخويا رضا، مع لنا التقدمة واختم لنا الاجتماع، نسمع ترنيمة ونصلي زي ما ربنا يقودك. هيتفضل.